أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة. وأكدت نيفين جامع أن الصادرات المصرية عبر أو غير البترولية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها أكثر من 32 مليار دولار. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ واصل خلالها مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية المتخصصة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس. الجلسة بدأت بمناقشة الطلب المقدم بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. وخلال المناقشات أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري يأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة، خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية للاقتصاد القومي. في الوقت الحالي ان احنا البرنامج الجديد ما جينا نشتغل عليه ما بنشتغلش بس على مجرد مساندة تصديرية بشكل نقدي، ولكن بنشتغل على مساندة تصديرية بشكل عيني، ان احنا نتيح المعارض ونزودها، ان احنا نساعدهم في الدراسات اللي ممكن يكونوا محتاجينها لفتح اسواق، حطيت حاجات تميز انها تفتح لي اسواق جديدة. احنا في الوقت الحالي عايزين نروح سوق افريقيا. أنا السوق الأفريقي كنا لغاية العام الماضي كنت بدي مساندة تصديرية في تكلفة الشحن تقريباً 50%، إحنا في البرنامج الجديد بدي 80%، أي واحد بيصدر لأفريقيا بتحمل كحكومة 80% من تكلفة الشحن، كل ده علشان إن أنا أساعده فتح أسواق جديدة. أي حد عنده منتج بعلامة مصرية له منتج ببراند مصري بديله زيادة في المساندة التصديرية ممكن 2% عن البرنامج المعتاد. ابتدينا ان احنا نحط البرامج مش لمجرد انها قام بالتصدير ان هو ياخد المساندة، ولكن ابتدينا ان احنا نربطها باهداف احنا كدولة عايزين ان احنا نوصل لها. وخلال الجلسة العامة تقدم عدد من أعضاء المجلس بمقترحاتهم بشأن الموضوع محل المناقشة. وفي ظل الخطط الطموح التي تتبناها الجمهورية الجديدة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري، وفي ظل حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في أسرع وقت ممكن، يصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات هو من أهم المحاور لتجسيد حلم مصر 2030. لولا الإجراءات اللي الحكومة والوزارة وسياساتها تجاه هذه المشكلة وإزاي تعاملت معها الوزارة لكانت توقفت الصناعة الوطنية والصناعة المحلية عشان نقدر نوفر مواد أولية تدخل في هذه الصناعة في ظل إن حركة التجارة نفسها كلها واقفة. فإحنا النهاردة في 2022 بعد أكتر من سنتين من هذه الجائحة الحمد لله الصناعة الوطنية موجودة. هي مش على أكمل وجه، لكن في خطوات حقيقية وخطوات واضحة خدتها الدولة المصرية ووزارة التجارة والصناعة تحديدا علشان نبقى على هذا المستوى. وعقب استعراض آراء النواب شهدت الجلسة إحالة طلب موضوع المناقشة وتعليق الأعضاء وما تم توضيحه من وزيرة التجارة والصناعة إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة لدراسته. وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشيوخ على عدد من تقارير بعض اللجان النوعية وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات تلك اللجان. هذا وقد أشاد عدد من نواب مجلس الشيوخ بخطوات الحكومة في تنمية الصادرات وتعميق التصنيع المحلي. النهاردة بنتكلم عن التصنيع وبنتكلم عن التعميق الصناعي والاستثمار الصناعي والتصدير وإحلال محل الواردات علشان في بنية أساسية
ومشروعات بنية أساسية وترفيق لمناطق صناعية وإقامة لمناطق صناعية في المحافظات. فلولا الكلام دوت فعلا اللي تم خلال السنوات القليلة الماضية ما كناش قدرنا النهاردة نتكلم على مسألة تعميق السن. أنا شخصيا بأحلم بأن أنا أجد حاجات كثيرة جدا موجودة مصنوعة في مصر. يعني أنا واحدة من الناس بطبيعة شغلي كأستاذ في الجامعة بسافر مؤتمرات كثيرا جدا، لما باجي أجيب حتى حاجات بسيطة وشجعناها خاصة ببلدي مصنوعة في دول أخرى، يعني أحيانا كثيرا ببحث عن حاجة مصنوعة في مصر. فأنا بحلم بهذا. ومن هنا على فكرة أنا بحيي كمان مثلا مشروع زي تراثنا والمعرض بيعمل فيه. أنا واحدة من الناس اللي أخذت بعدها قرارات أني لا أشتري إلى المنتج المحلي.